دي فيها مؤشرات مسؤوليه يتحملها لشخصيه الفريق. عموما ازاي الاستعدادات مشيت النهارده واخبار المران الاخير للفريق واحواله واخباره؟ معنا على الهاتف زميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي الى ملعب التدريب عشان يحطنا في الصوره كامله من ملعب التتش. محمد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت تحطنا في الصوره على المران الاخير. مساء الخير استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك وباشمهندس عادل اوقيه وكل مشاهدي قناتنا دي في كل مكان. كان الحمد لله على بركه الله يعني اختتم النادي الاهلي استعداداته ان شاء الله للمباراه الهامه جدا زي ما مستر مارسيل كولر اكد في المؤتمر الصحفي امام يانج افريكانز في الجوله الختاميه لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. مباراه ان شاء الله بثلاث نقاط وتحت من الصعود في المركز الاول باذن الله رب العالمين في حمله دفاع النادي الاهلي على اللقب. يمكن الفريق بدا الاستعداد ليانج افريكانز منذ الامس استاذ ابراهيم، كان تدريب صباحي عقب على طول مباراه بلديه المحله انتهت بفوز النادي الاهلي بخمسه اهداف مقابل هدف واحد. كان التدريب بس استشفائي داخل الجيم للمجموعه الاساسيه اللي لعبت مباراه البلديه، بقيه اللاعبين يمكن كان تمرين قوي جدا بدا ببعض الفقرات البدنيه ومن بعدها تدريباته في الكوره واختتم بتقسيمه قويه جدا ما بين مجموعتين من اللاعبين. كل اللاعبين حريصين في هذه الفتره استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي ان هم يكونوا جزء من القوام الاساسي للفريق. يمكن فريق النادي الاهلي الحمد لله ربنا يديمها نعم علينا يا رب يعج بمجموعه من النجوم الكبار، اي 11 لاعب في الملعب ان شاء الله يكونوا قادرين على حمل طموحات وامال جمهور النادي الاهلي، الحفاظ على لقب الدوري العام الثاني على التوالي، الحفاظ على لقب دوري ابطال افريقيا العام الثاني على التوالي. كل دي طموحات كل جماهير النادي الاهلي بتطمح ليها ان شاء الله، وباذن الله الجيل ده من اللاعبين يقدر يحقق الكثير والكثير زي ما عودنا دايما استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي. يمكن النهارده التدريب ابتدى فيه تمام السادسه والربع، سبق التدريب يعني محاضره فنيه لمستر مارسيل كولر في غرفه المحاضرات اسفل مدرجات ملعب مختار التتش. يمكن اللاعبين بقى بداوا يتفرجوا على فرقه يانج افريكانز بعض الحالات الفنيه نقاط القوه نقاط الضعف اللمسات الاخيره مستر مارسيل كولر اتكلم فيها مع اللاعبين بشكل تام مع كل اللاعبين وحفظ كل لعيب ان شاء الله دوره هيبقى ايه في مباراه الغد باذن الله. بعد كده يمكن اللاعبين نزلوا لارض الملعب، كان النهارده طبعا التدريب الاخير طبقا للوائح الاتحاد الافريقي كاف كان مفتوح اول ربع ساعه من التدريب لوسائل الاعلام المختلفه اللي كانت حريصه طبعا على تغطيه المران، مران اكبر نادي في افريقيا النادي الاهلي. طبعا كان اهم النهارده او ابرز اللقطات المهمه جدا في مران اليوم مشاركه محمد الشناوي وبدءه بالجري حول الملعب والمرحله الاولى من التاهيل. يمكن كما ذكر يعني دكتور احمد جاب الله طبيب الفريق النادي الاهلي ورئيس الجهاز الطبي للفريق الاول ان دي اول مرحله ان شاء الله محمد الشناوي ماشي بمعدلات اكثر من رائعه ينهيها، وبعد كده ان شاء الله يتم مناقشه المرحله الثانيه من التاهيل سواء تكون في الخارج او داخل مصر. الاصلح للاعب زي ما ذكر دكتور احمد جاب الله ان شاء الله هيكون متاح. يمكن كابتن محمود الخطيب كمان كان حريص النهارده ورغم يعني ان اصابته بنزل بدو لكن كان حريص انه يكون موجود في المران ويشد من اذل اللاعبين ويطمن على محمد الشناوي بنفسه، واعتقد ده بيدي دفعه كبيره جدا للاعبين باذن الله قبل مباراه مهمه في ختام مرحله مهمه من دوري ابطال افريقيا. يمكن بعد كده كان في بعض التدريبات بالكوره اللي حرص مستر مارسيل كولر على اجرائها وكمان اختتم التدريب بتقسيمه قويه جدا ان شاء الله يعني كل اللاعبين يكونوا في حالتهم البدنيه والفنيه بشكل اكثر من روعه، وباذن الله بكره الساعه 6 مساء بدايه المباراه على ملعب استاد القاهره يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي اداء اكثر من روعه وباذن الله ثلاث نقاط يتوجوا يعني مجهود الفريق في هذه المرحله الهامه جدا من عمر البطوله. استاذ ابراهيم باشمهندس عادل الكلمه ليكم. طيب محمد، يمكن انت اشرت للشناوي ان هو بدا مرحله الجري وكلنا شايفينه وهو بيجري حوالين الملعب فعلا جري منفرد، لكن بقيه اللاعبين المصابين عندك اخبار عن المستشفى اخبارها ايه؟ باذن الله قريبا كلهم يكونوا موجودين. يمكن اول طبعا الاصابات واهمها هو كابتن محمد الشناوي زي ما قلنا في المرحله الاولى وباذن الله ينهيها بشكل اكثر من رائع. ياسر ابراهيم اللي يمكن بيغيب عن التدريبات منذ المباراه اخر مباراه في دوري ابطال افريقيا امام ميدياما، يمكن دكتور احمد جاب الله اكد ان هو عمل اشعه مبدئيه وماشي في برنامج تاهيلي واحده واحده، باذن الله بعد مباراه يانج افريكانز هيبقى في اشعه ثانيه لحسم يعني كل الجدل حول اصابه ياسر ابراهيم وتحديد مده غيابه بالظبط، وباذن الله قريبا جدا يكون موجود مع الفريق. احمد نبيل كوكا محور ارتكاز الفريق يمكن الحمد لله خف من الاصابه بشكل تام، موجود في التدريبات منذ اسبوع بيتمرن بشكل عادي جدا مع الفريق، باذن الله يعني وجوده في المباريات يعني راجع لمستر مارسيل كولر ووجهه نظره الفنيه، ولكن من الناحيه الطبيه هو معافى تماما. اليو ديانج محور ارتكاز الفريق هو الاخر اللي اصيب منذ كاس الامم الافريقيه الاخيره، يمكن خلاص يمكن ايام قليله بتفصلنا عن سفره للخارج لاجراء منظار على الركبه لبيان مدى اصابته والطريقه المثلى لعلاجها وبدايه ان شاء الله التاهيل، وباذن الله برضه قريبا يكون موجود مع الفريق. خالد عبد الفتاح يمكن لسه في مرحله الجري حول الملعب والتدريبات التاهيليه وباذن الله برضه طبقا لرؤيه الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني يكون موجود قريبا مع الفريق، ولكن الحمد لله بقيه الفريق
في حاله فنيه وبدنيه اكثر من رائعه. ينقصنا فقط توفيق ربنا معانا بكره باذن الله اداء مباراه كبيره، طموحات جمهور النادي الاهلي كلها وتحقيق 3 نقاط وتصدر المجموعه، وان شاء الله بقى خدنا خطوه كبيره نحو دور الثمانيه للحفاظ على لقب النادي الاهلي العام الثاني على التوالي باذن الله رب العالمين. طيب محمد، بالنسبه لمحمد عبد المنعم، مستر كولر كان قال ان هو هيحدد موقفه من خلال التمرينه بتاعه النهارده ويقيم الامر اذا كان هيخش المعسكر او مش هيخش، عندك خبر عنه؟ بالفعل يا استاذ ابراهيم، يمكن ده تابعناه في المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر، ولكن الحمد لله يعني كلنا كنا في انتظار مشاركه محمد عبد المنعم العدامه، الحمد لله كان موجود في التدريبات مع باقي اللاعبين، يمكن الجزء المسموح لوسائل الاعلام بالوجود فيه كان محمد عبد المنعم مشارك فيه بشكل تام، واعتقد باذن الله رب العالمين ان هو بشكل كبير جدا قريب من وجوده في قائمه المباراه. مشاركته من عدمها طبعا ده حق اصيل لمستر مارسيل كولر ان هو يختار ال 11 لعيب اللي هيبقى موجودين معاه في بدايه المباراه، او كمان 9 لاعبين هيكونوا موجودين على دكه البدلاء، ولكن الحمد لله بطمنك محمد عبد المنعم كان موجود في التدريبات بيشارك بشكل طبيعي. يمكن كمان مستر مارسيل كولر قال ان هو بس بمجرد ما اشتكى نفس اللي حصل مع كريم نيدفيد في نفس المباراه، اي لاعب بيشتكى يا استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي والجهاز الفني والطبي حريصين ان هم يسحبوه باقصى سرعه من الملعب للحفاظ عليه، لان طبعا زي ما حضرتك عارف ضغط مباريات بتلعب في اكثر من بطوله، الدوري دوري ابطال افريقيا بطوله كاس مصر ان شاء الله يكون التوفيق معانا فيها كمان الاسبوع المقبل، فاكثر من بطوله الحمد لله يعني زي ما قلنا قوام النادي الاهلي يعج بالنجوم، اي 11 لاعب باذن الله يكون قادرين على حمل هذه المسؤوليه، وباذن الله تحقيق طموح كل جماهير النادي الاهلي، طمنك عبد المنعم وجميع اللاعبين، وباذن الله بكره كلهم يكونوا في حالتهم البدنيه والفنيه، وباذن الله يكونوا عند الميعاد وتحقيق 3 نقاط واختام دوري المجموعات بشكل اكثر من رائع. محمد الضوي كريستو اخباره ايه؟ محمد الضوي كريستو يمكن شارك على فترات في المران، ولكن لسه يعني الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني ما فيش يعني لسه مشاركه في المباراه وما خدش الضوء الاخضر للمشاركه في التدريبات بشكل كامل وكمان المشاركه في المباراه، طبعا يمكن في حفاظ على اللاعب بشكل كبير جدا ان اصابته كانت عضليه، فما فيش مش حابين يكون في مجازفه ان هو يبدا يشارك او استعجال، خاصه ان الحمد لله في مكانه موجود عدد كبير جدا من اللاعبين، بيبقى حرصا على مستقبل اللاعب وسلامته اولا من استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي انه ما يخشش في التدريبات الجماعيه بشكل تام غير هو سليم معافى 100%. كمان على ذكر بقى يعني محمد ضوء كريستو، كمان محمود متولي الحمد لله بيشارك في التدريبات بشكل اكثر من رائع، سليم ومعافى تماما من الناحيه الفنيه، بدنيا كمان اكثر من رائع ولائق جدا، برضه مشاركته من عدمها ده حق اصيل للجهاز الفني وهو اللي يشوف في انهي وقت معين يكون موجود في التدريبات يعني او موجود في المباريات الرسميه، لكن الحمد لله برضه تم يعني شفاءه من الاصابه بشكل تام وباذن الله يكون قريبا موجود مع الفريق طبقا لرؤيه الجهاز الفني باذن الله رب العالمين. ان شاء الله يا محمد، شكرا جزيلا على هذه الافاده الواضحه وتطمين الجماهير عن كل اللاعبين، وبالتوفيق ان شاء الله.